بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك هم الوارثون. إشارة إلى الأصناف التي تقدمت، وهذه الأصناف التي تقدمت سبعة أصناف. يقول الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ما بنعدش بقى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون. دي في الصنف الخامس كله. وبعد ذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى أولئك إشارة للسبعة اللي تقدم. حيثيات الوراثة هذه الايه؟ هذه الأشياء. كلمة وارث قلنا هو أن تأخذ من الغير بدون عقد متبادل وبدون هبة. وده صحيح اللي بيورث ما فيش ما عملش ولا اي حاجه، ولذلك بس الدقه ان في عقد، بس عقد اعلى من تعاقد البشر. ولذلك قال له: باي حق تملك هذا؟ عقد. قال له: مهما ايش عقد، انما العقد بتاعي في قوله: يوصيكم الله في اولادكم. الله. طيب، اولئك هم الوارثون. يورثوا بايه؟ يعني العقد ولا لك الحق سبحانه وتعالى عمل لهم عقد، وبعدين عمل لهم ربا. الحق سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، قال: من يدخل أحدكم الجنة ولا أنت ولا إلا أن يتغمد الله رحمة. أمال ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ده مجرد دخول الجنة، ولكن الزيادة ويزيدهم من فضله ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى في عقد وفي ايه؟ وفي هبة. الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات: وخير الايه؟ الوارثين. ليه خير الوارثين؟ هو هيرث ايه منه؟ قال لك: الكون ادى اسباب ملكيته للناس، وزع الملكية دي كده وده كده وده كده وده عنده كده وده عنده كده، فضله كله من فضله. لكن يأتي ما يديش لحد حاجة ابدا، وياخذ الكل ويقول: انا الوارث الوحيد. بس هو خير الوارثين ليه؟ اما قال لك: لان الوارث يأخذ ما ورثته ينتفع به، ولكن الحق يأخذ ما تركه الغير ويبقى وارث علشان يزيدهم ويدي لهم اكتر. ادي خير الوارثين علشان. طب ويدي لهم اكتر ليه؟ لانه كان في الدنيا يعطيهم باسباب، وبعدين يعمل كل الاسباب دي ولا يخليش لحد، لمن يملك اليوم؟ ما حد. بعدين يعمل ايه؟ هو بدون اسباب. يبقى ورث ليعطى، لكن البشر يرثون لايه؟ ليأخذوا. ويعطي ايه؟ قال لك: يعطي حاجه. كان اللي بيورث بياخد، انما بيتعب في الاسباب، انما ده بيديله اللي ورث اللي هو ربنا يديله، ويقول له يقعد كده مبسوط، ولا هتشتغل في اسباب، ولا هتعرق، ولا هتعب، ولا تزرع، ولا تنمو، ولا اي حاجه، لان اللي بتستفيد من قدامك. يبقى خير الوارثين ولا لا؟ يبقى خير الايه؟ الوارثين. اولئك هم الوارثون. يرثوا ايه؟ طب يرثوا ايه كمان؟ أم قال لك: يرثون الفردوس. الله بقى ربنا ورثهم في الثانية عشان يدي لهم ايه؟ يدي لهم الفردوس العالية اللي فيها الحلول. ورث ايه؟ ورث عشان ايه؟ مش عشان ينتفع، لا ده عشان يصعد النفع. كنا ننتفع بأسبابه المخلوقة له، بننتفع بدون ايه؟ بننتفع وبعد ذلك نسيب النعمة ونموت، أو النعمة تسيبنا ونفتقر، إنما هناك مفيش حاجة من دي. يبقى ورث ليعطي ايه؟ ليعطي، مش بس ليعطي مثل ما أخذ، لا ده فوق ما ايه؟ فوق ما أخذ، لأننا نأخذ في الميراث ما يفنى، والله يعطينا في ميراثه ما ايه؟ ما يبقى. الوارثون الذين يرثون الفردوس. يرثون الفردوس. طب يقول لك، قال لك: لا احنا قلنا زمان
ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الاختيار. يعني في امور مقهورين فيها ما بيشوفش فيها اختيار، وفي امور مختارين فيها. يطيح يعصي يؤمن يامن، يعني يكثر يلبس ابيض يلبس فيه، اختار كتير. طيب وبعدين هذا الاختيار، لكن هل هم بينفذوا الاختيارات بحسب مراد الله ولا كل واحد من شاء من شاء من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن؟ الاختيارين الذي يطيع الحق سبحانه وتعالى في منهجه يبقى قال له يا رب انت خلقتني مختار وانا رضيت الا اكون مختارا. ليه؟ همشيه. يبقى فيما لي فيه اختيار اكني مسخر، يعني ما اخدش الاختيار ده ابدا. يبقى دي المنزله العاليه ولا لا؟ سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلق فيهم اختيار الايمان او الكفر او الطاعه او المعصيه، ساعه ما خلق الخلق قبلها مرتب امور، فرض ان الخلق كلهم مؤمنين، مين يعمل لهم جنه؟ كل واحد له جنه، وفرض انهم كلهم يكفروا، فعمل لكل واحد ايه؟ لما يجي اللي يامن ياخد منزلته في الجنه اللي كانت معموله له. طب والكافر اللي ساب مكانه بقى المؤمن يورثه ياخده بقى برضو النار. خلق كل واحد مكانه في النار، مش هتبقى أزمة أمكنة يعني؟ لا، كل واحد معمول له مكان هنا ومعمول له مكان. وبعدين اللي يروح الجنة يسيب مكانه في النار، واللي يروح النار يسيب مكانه في الجنة. يبقى المؤمن يرث مكان الجنة اللي كانت للكافر، والكافر يرث مكان المؤمن اللي ايه اللي الزحزح على الايه عن النار. يا رسول الفردوس ده جاب اعلى حته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. قال لك الفردوس دي اللي هي الجنينه اللي على ربوه، في شوف ربوه، اكن الربوه دي يعني مساله مميزه تبقى يعني حاجه ايه عاليه. واصل العلو ده في مساله الجنان احسن. ليه؟ لان يقول لك حتى في الدنيا الربوة لما تكون عاليه كده، احنا لما تكون ارض مستويه بنعمل منها علو وطول ونعمل مصارف وطي، عشان المصارف بتمص الايه المايه الجوفيه كده. ولذلك بتقول لنا احدكم ان تكون له جنه بايه؟ بربوه عاليه. يبقى ما ينفعش فيها مياه جوفيه ابدا، اللي عليها عاليه المايه تتمص تيجي في الواطي. ادي واحد. شيء الثاني قال لك ولما تسقى ما تسقاش كده، لان الارض المستويه تسقى كده رمل زي ما بيقولوا، لكن دي ما تسقاش رمل، ما تسقاش الا من ايه؟ من السماء. لما تسقى من السماء ينزل المطر قبل ما يجي الجدر ينظف الورق. ما شاء الله. ولذلك يقول لك فاتت اكلها ضعفين اثنين. اللي بيخلي الورق هو اللي بيعمل التنفس، رئه النبات لما يجي عليه تراب وغبار ومش عارف ايه والى اخره، مين يخلي زي ما يجي الواحد حاجه رئته ويقعد يكح وينزل مش عارف ايه، كذلك النبات. فاذا نزل المطر يعمل ايه؟ قبل ما يروي الجدر تحت يكون نظف الايه؟ تقوم تجيب الجنينه ايه؟ فاتت اكلها ايه؟ طب اذا الفردوس قال دي الجنه بقى اللي على ربوه تبقى مميزه، اولا مميزه، ثانيا فيها الميزات اللي بنقول عليها، ثالثا فيها ميزه اخرى. ان الحق سبحانه وتعالى قال غرست شجر الفردوس بيدي. الله كرم ادم قال لما خلقت ايه؟ بيدي. يعني دي تكريم قوي، ان مش في خلق بالاسباب وخلق بايه؟ ولذلك قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الفردوس وغرس اشجارها بيده قال للفردوس تكلم. لما يتكلم الفردوس يقول ايه؟ قال قد افلح المؤمنون. قد افلح الايه؟ المؤمنون ايه هي بتاعتنا دي؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واحنا قلنا اي نعيم في الدنيا الانسان فيه، يا يترك النعيم ويصير ويموت، يا يخاف للنعيم ايه؟ يترك ايه؟ خالد. في حته ثانيه لا مقطوعه ولا ايه؟ ولا مملوكه. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طبعا ذلك يتكلم عن امر
بيتكلم عن الفلاح في الاخره كانه قدم الثمره قبل ما يعمل حاجه، قدم الثمره لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له انا عامل لك جزاء لو اتبعت مذهبي قبل ما يتكلم عن الخلق. احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الله بعلم القرآن اللي خلق الانسان ده خلق الانسان بعدين علمه القرآن. قال لك لا، لان الذي يصنع صنعه قبل ان يصنعها يقول مهمتها ايه، مش يعمل اي حاجه وبعدين يقول شوفوا انتوا تعملوها في ايه، وقبل ما يعمل التلاجة عارف انه هيعملها ليه، تبقى يحدد ليه قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها. ومنهج الصيانة للانسان في حركة الحياة في القرآن، قال قبل ما خلقك وضبت لك المنهج، خلق الانسان علمه البيان. طب اتكلم على خلق الانسان بقى، احنا طبعا اتكلمنا على خلق الانسان كتير. الانسان الاول من ايه؟ من الطين، وبعدين اتخلق الانسان من ابعاد الانسان المخلوقه من الايه؟ من الطين. يبقى اللي انخلق من الطين الانسان الاول، وبعدين الانسان الاول يتزاوج ويتكاثر ايه؟ وبس منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء. ده كلام على الاول. طيب ايه بيقول ايه بقى؟ طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر احتفظ الله به، ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل ان عالم بيفكر يعمل السماء انخلقت ازاي والارض انخلقت ازاي ودارت ووقعت دي من دي وطلعت حته بعد التدور، كل ده مضللين سماهم الله ايه؟ مضللين. ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين مضلين اللي هم ايه؟ اللي هيقعدوا يقولوا ده الارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق من قرد اللي مش عارف ده مضل. يبقى اخبر الله بمناعه ايمانيه ان ناس هييجوا يتكلموا في خلق السماء وناس هييجوا يتكلموا في خلق الانسان، قولوا لهم ببعد عنكم لان المضلين هؤلاء كانوا مع الله حين ايه؟ حين خلق. ولا كنتش متخذهم معلمين ليه عشان يقول لكم الكلام ده؟ ده امر استاثرت به، ولا علم لكم الا خلق السماوات ومن خلق السماوات ومن خلق الارض. ايه تاخذوا علما الا منه؟ قال عليهم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. طبعا الانسان يبقى مين هو؟ يبقى كلمه انسان وان كانت مفرده لما تجمع اناس كتير، لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعه لانها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا ايه؟ انسان. دليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ اللي هو الانسان، استثنى من الجمع. ما دام استثنى منه جمع يبقى هو جمع ولا لا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان هو وحده لا في خسر الا الذين امنوا. بقى بيستثنى من المفرد الجماعه بيبقى الانسان بتطلق على مين بقى؟ الانسان. يبقى خلق الانسان اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ ادم. طبعا وبعدين قد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي حقيقة ايه؟ جعلناه يعني الانسان. يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين؟ وعلى الجمع الاول. ولقد خلقنا الانسان، خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم. خلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومة بس من موجود، وهتجمد على خلقتكم تفضل مجمده كده ما تكبرش قدامكم كده ولا تتناكح ولا تتناسل ولا تتناسل. ولذلك بيقول خير ايه؟ احسن الخالق ايه؟ الخالقين. الناس هيقول ايه؟ واخلق لكم ايه؟ من الطين كهيئه التمر. يبقى الخلق هو ايجاد، بس ايجاد ربنا من عدم، وايجاد يتوالد ويتكاثر ويحس، وخلقنا لا من عدم بل من موجود، ماده موجوده ولا تكبرش ولا يجمد عند ايه؟ عند الخالق. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. يبقى ده الانسان الاول. كلمه سلاله، السلاله يعني ايه؟ السلاله هي خلاصه الشيء، خلاصه الايه؟ الشيء. الخلاصه تسل من الشيء كما يسل السيف من غمده. تسل السيف من ايه؟
من الغمد. السيف هو الايه؟ الاداه الفتاكه مش الغمد. الغمد اللي شايل انت كده اللي فيه الايه؟ الجراب يعني اللي فيه الايه؟ اللي فيه السيف. يبقى السلاله هي ايه؟ اجود الشيء يسله كده. ولما يسله كده يبقى خد احسن حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عمل الطير زي ما بيقول احنا لما مؤاخذه بيمسك شويه الطين. الطين ده بيبقى فيه رمل وفيه حصى وفيه اشياء مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي كده. يمسكها في قبضته يقربوها انتوا كده. امسك شويه الطين في قبضتك. وبعدين يزر عليهم بايدك كده اقبل عليهم. تقوم تلتفت تلاقي الطين الناعم طلع من بين صوابعك. والخشن والرمل بتاع يفضل فين؟ اهو احنا خلقنا الانسان من الطين اللي هو اللي من سلاله استعملناها من الطين. احنا خدنا ايه؟ اجود انواع الطين وخلقنا منها الايه؟ خلقنا الانسان. لما سيدنا حسان بن ثابت حب يلقي قريش اللي بيعادوا النبي قال له اظن يا رسول الله اهجوم على المنبر ده. قال له اتهجوهم وانا منهم؟ صلى الله عليه وسلم. قال اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجير. واحنا الكلام ده بنقول لك ده سلالة كذا ده سلالة. كلمة سلالة يعني ايه؟ يعني نسب ايه؟ له نسب حتى في الخير. يقول لك سلالة يجيب شهادة ميلاد دي من دي من دي من دي السلالة يبقى الشيء الايه؟ اللي جاي. ويقال في مدح انسان هو سليم المجد. يعني خلاص يبقى الطين يعني ايه؟ يعني حتى الطين اجود انواع الطين اللي هي اللي ايه؟ الزبد. زبد الطين ده. نعم. ما شاء الله. ولقد خلقنا الانسان الاول يعني من سلالة من طين. وبعدين احنا قلنا ايه؟ زمان قلنا والدليل على صدق هذه القضية ما اثبته العلم التحليلي او العلم المعمل التجريبي بانهم لم يحللوا الانسان وجدوا 16 عنصر تبدا بالاكسجين وتنتهي بالمنجنيز. ارض الارض فيها عناصر كتير 113 و 111 انما الانسان مخلوق من الطين اللي ينبت الخصب ده 16 عنصر. لما حللوا الانسان فيها ايه؟ 16 عنصر. ولما حللوا الطين اللي بينبت فيها الزرع دي وجدوها كام؟ 16 عنصر هي هي. يبقى التحليل في الدنيا بتاع الهي ده اثبت ايه؟ اثبت الصدق. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه يعني جعلنا الانسان ما خلقناه طين 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 بقى خلاص ما دام خلقناه يبقى ماله والروح بقى حي يبقى كسب الايه؟ من نفسه بقى. ثم جعلناه اي جعلنا من الطين دي لما خلقنا ثاني من ايه؟ من نطفه. برضه النطفة هو أصفى شيء في الماء. وصحيح برضه من النطفة أصفى شيء. لأن إحنا بناكل ونشرب ونتنفس قبل ما ينهضم الطعام. وبعدين الجسم يمتص منه أشياء. بنستخلص من الطعام اللي تكون الدم. والباقي ينزل في الفضلات. يبقى إذا إيه؟ اللي الدم اللي بياخده صفوة إيه؟ صفوة الطعام. وبعدين بقى مش كده بس والدم ده فيه اشياء كتير يمر على الكلى يترشح وعلى الماء وعلى الرئه يترشح وبعدين يبقى ياخد الصفوه والصفوه دي تطلع الدم بقى اللي بتيجي منه الطاقه بتاعت الايه؟ بتاعت الانسان. طب وبعدين؟ وبعدين ده من الدم اللي هو صالح ده اللي هو جه من الطعام خلاص؟ وبعدين راح على الرئه اتنقى وراح على الكلى اتنقى وبعدين طلع منه ايه؟ النطفه اللي انت حت ايه اللي انت هتبقى خلاصه الاشياء ولا لا؟ يبقى برضه من سلاله ولا مش من سلاله؟ يبقى من سلاله. ولقد خلقنا الانسان من سلاله ثم جعلناه نطفه. ليه؟ النطفه اللي هي بيتكون منها الجني المنوي والنطفه دي لها بيئه تعيش فيها اللي هي المني. يبقى المني هو الجو السائل اللي يعيش فيه الايه؟ ولذلك نطفه من مني اليمنى. النطفه ماخوذه من مين؟ من المني. يبقى اذا الطعام اتكون منه الهضم اتكون منه دم. الدم اتنقى وبعد ما يتنقى بقى دم صالح لايجاد الطاقه في الايه؟ في الاجهزه. يقوم ناخد منه ايه؟ مني. وناخد من المني النطفه.
أصفوة سلالة. ثم جعلناه نطفة وبعدين جعلناها في قرار مكين. قرار يعني مستقر حتى يستقر فيه. ولذلك تجد بقى الرحم اللي هيستقر فيه معمول له تحصيلات بقى عظام الحوض. شوف الحوض معمول ازاي؟ العظام اللي في الظهر وفي الجنب علشان لسه طالع هيبقى على كالمدرة ومش عارف بقى بيحافظ على ايه؟ حافظ في قرار. ثم خلقنا النطفة تتعلق كده بجدار اللي احنا هنسميها الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام اتعلقت بجدار الرحم يقوم يبتدي بقى ايه؟ ياخد غذائه من امه. ياخد غذائه من ايه؟ من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيبهاش حيض. لما ما تكونش عامله يوم ايه؟ حيض ينزل. لازم عندها شويه من دمها يطعم له حاجه. فان كان الجنين موجود يقعد يغذي فيه. مش موجود ينزل بره. النطفه كان في خصوم ايه؟ خلقنا الايه؟ النطفه علقه. امتى تبقى علقه؟ لما تخصب في البويضه بتاعت الانثى. طيب وبعدين خلقنا العلقه مضغه. قد ما ينضغ قد المضغ كده اخلاق. وبعدين المضغه ايه؟ ولذلك احنا مره على المضغه هتنقسم قسمين، مضغه مخلقه وغضنه ايه في ايه اخرى عشان تفهم ان القران مش بيكرر، ده بيجيب في كل حته لقطه. هنا قال مضغه وسكت، قال هناك مضغه مخلقه وغير مخلقه. المخلقه بتتخلق بقى الجوارح والمش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه، وغير المخلقه قلنا دي احتياط الصيانه. لما يحصل عطب في اي حته نقول نغير المخلقه، ندي بقى دي ونوضبيها ونخلي الجرح ايه ونخلي العظام تبقى مش عارف ايه الصيام. نعم. فكسوي الأيام إيه؟ لحمة. ثم أنشأ منه خلقا آخر. هو كان لحد دلوقتي خلق تابع لأمه. لما أنشأ الله من صور بقى يقول لا باش الحال وحدك بقى. بقيت خلق آخر، ما أنتش تابع لمين؟ الصعب في ساعة ما ينفصل عن أمه ويستقبل حياة ذاتية. استقبل حاجه فيها لازم الاجهزه تبتدي تشتغل. اول جهاز يشتغل النفس عشان الرئه، ولذلك ربنا عمل انه ينزل براسه. لما ينزل براسه يسلكه بقى، ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق وبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه. وبعدين يبتدي ايه؟ انما الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب. ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه؟ لأن راسه مش تحت، كانت راسه تحت تبقى سهلة، تروح الباصط خارجي وابتدي بمجرد ما يشم نفس العين يجي الحياة مستقلة، إنما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياة ذاتية من أمه، ولا عندوش حياة ما عندوش حياة ما حياة تبعية من أمه، ولا حياة ذاتية من نفسه، يوم يموت، يوم إيه؟ يوم يلحقوا بقى يعملوا إيه؟ يتفننوا يعملوا إيه؟ القيصرية عشان يعملوا العملية دي، ما شاء الله. ثم انشاناه خلقا لوحده بقى اشتبع ما عادش تبع امه بقى. فتبارك الله احسن. لما تطلع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا، مع الادي ايه؟ سبحان الخالق. بقى الانسان ده طالع من المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرا هذه الايه قال عمر قبل ان يقول رسول الله تبارك الله احسن الخالقين، قال اكتبها فقد نزلت. الله مما يدل على انه انفعال طبيعي في العجائب دي ان البشر نفسه يستقبل تبارك الله احسن. وقالوا ان معاذ بن جبل نطق بها ايضا، وواحد تاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح نطق بها ايضا، الا ان الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله، انما ذكر عجب وعجب من نفسه. قال بقى انا قلت فتبارك الله احسن الخالقين، وبعدين النبي قال لك اكتب ايه؟ طب ما انا بنزل قرآن هو الاخر. وارتد بسببها. ارتد. شوف واحد خدها ايه وواحد ايه؟ خدها ايه؟ ولذلك هناك هيجي في ايه هناك ايه؟ من افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال ساقول مثل ما انزل الله. هو عبد الله ايه؟
قال بمجرد ما قلت تبارك الله وعطيه خلقين قال الله طب ماني بقى نزل عليها زي ايه محمد نزل عليها زي محمد يعني ده ربنا يبقى اوحي اليه يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به انما انت وبعدين تعالى شويه ولا ايه انزلوا مثل ما انزل ده مفترض بقى الله ده قالوا لا لا فارتد فلما ارتد ظل الى فتح مكه فلما جه في فتح مكه سيدنا عثمان شفع له فلما سيدنا شاه عثمان يشفع له صمت رسول الله يعني ما اداش كلمه وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك فسيدنا عثمان اخذ من صمت رسول الله وإن ما عملش في حاجه زي الباقيين خدوا مشي اما النبي قال للصحابه اما كان فيكم من يجهز علي ما كانش واحد منكم كده يقول فقال له يا رسول الله لو اومأت لنا براسك يعني وزيتني عليك يعني فشوفوا ايه شوف النبوه تقول ايه ما ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين شوف ازاي يقول خائنة الاعين لو عملتها انت من نفسكم بس ايه بعد النبوه ينسي يعني ما تنفعش منهم وبعدين نشوفهم عشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عملت ايه خلته يؤمن انه يحسن الاسلام وبعد ذلك ولى مصر حوالي مصر الخلافه وبعدين يعمل فتوحات افريقيا وبعدين الضجه اللي اتعملت في بلاد النوبه يروح هو اللي يسكتها ويطهر شوف ربنا يدخل يعني ايه فتبارك الله احسن الخالقين شوف بقى انكم بعد العجائب المرحليه دي اللي وصلت وتبارك الله احسن الخالقين هو بقى تفتكر انها حياه على رسول الله ثم انكم بعد ذلك لميتون بيتكلم عن مراحل الحياه ثم يتكلم عن الموت مع مرحله الحياه ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياه ومعها ما ينقضها ما تستقبلش الحياه بتعاليها لا اعرف انها هتنتهي ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء الذي خلق الموت قدم الموت قبل الحياه حتى تستقبل الحياه وتستقبل قبلها ما ينقض الحياه فلا تغتر تقول له هي ميته ميت ولذلك بيقول انك ميت وانهم ميتون الناس بتفهم ميت يعني الموت كده لا ده الموت ده مخاطب انك ايه ميت وانه ميت الميت هو ما يؤول امره الى الموت وان كان حيا الان يبقى كلنا ايه ميتون الميت بسكون الياء هو الذي يموت بالفعل وما الميت الا من الى القبر ايه